إذن على بركة الله متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم على هذا البث المباشر هنا من مدينة سافي، وفي ضيافتنا السيد جليل البوينتا الفنان الشعبي الغني عن التعريف بطبيعة الحال. باب جليل، مساء الخير عليك. ديال لاباس بخير خويا طه. كيف الحال؟ صحيحة هانية. الله يحفظك خويا طه، ديالك مزيان. الله يحفظك ليا ودابا عبد جليل. من بين الحويجات اللي اكتسبتو مع عبد جليل هو لايف وسط السيارة، حنا كنتجولو في المدينة نناقشو الجديد الفني، الجديد ديال المدينة، الجديد ديال الفنانين والمستجدات ديالهم. الهمني بهاد الفكرة هادي في شهر رمضان، وغنعاود نطبقها معاه، وربما غيكون عندنا فكرة ديال البرنامج، غيكون الكونسيبت ديالو هكا، غنمشيو غنخلوه بهاد الطريقة هادي. وعبد جليل كي داير الاجواء؟ كي داير انت مع الصحيحه؟ مزيان الله يحفظك بخير خويا طه. كي داير الدواء؟ سلوك وصافي الحمد لله. طلقتي واحد الدويسك الكلمات ديالك انهم محفوظ العبر، غنى هذاك الديسك سميتو انا اللي عايروني. انا اللي عايروني ديسك رائع، حقق نسبة مشاهدة جدا عالية تبارك الله. دابا عند محفوظ في يوتيوب، في القناة ديالو عبر اليوتيوب، تجاوز ربما على ما اعتقد 3.5 مليون المشاهدة. كان اقبال فيه كثير. عاودين على ذيك الكلمات، الكلمات ديالك، وكانت اللمسة ديال محفوظ ايضا هدا هي في المحفوظ. انا عيطت ليه قلت ليه ضروري تجي عندي، مش عندي مسكين هذاك الشيء، قلت لي ضريب هذاك الوليد. خصك تغني، خصك تغني، كتبت نضربه وانا كاع في الوطار وهو يغني. مشى هي هذيك، جاب الهوير معاه، وداك الشيء جاب مع هذاك ابراهيم الهوير على هكاك. المهم هو زعما داك الشيء مزيان. وانا عاودتو تاني انا وهذيك هريم، هريم العبديه. عاودتو على حساب ماشي درتيه بطريقه طريقتي باش الناس يعرفوا الحقيقه ديالو كيفاش دايره. هي مساله ديال المعروف، الحقيقه ديالو معروفه، الحقيقه ديالو محفوظ. بالعكس كان تواصلت معاه، القيده اللي كان جاي الاسفل عندك باش يتلاقى معاه قبل ما يبدا فيه التسجيل. تصورت انا وياه وداك الشيء في النهار اللي جا عندي فيه. والثاني قلت انا درت هذا الراي ديالي ثاني ترد فيه هذه كريم اللازمه. حفظاتهم مزيان، طلع مزيان حتى هو. اللهم بارك. شحال وصلت فيه دابا نسبة المشاهدة عندكم؟ والله ما عرفت، ما سولتش. ما كتسولش؟ لا كتسولش فيا طبعا، دابا كتسولش على داك الشيء. لما تخش تقلب تشوف دابا شحال. لا ما نسولش على داك الشيء انا. ما تسوقش عبد الجليل. كله والله يسهل عليا، هو التحضية ما كنبغيهاش. كاين شي قوم دابا كله واش كيقول؟ كيفاش اش كيقول عبد الجليل؟ بحال واحد هو وليت انا فيما لعبت شي حاجة تابعني، كيدخل القناة هنا يبدا يهضر. هذاك الجنوبي. اش كيقول؟ هذاك الجنوبي ولا دابا واحد عيطنا له واحد السيد، هذا كيقولوا لي الجليدي. سي محمد الله يعمر، هذا كيصاوبوا دوك الوطارات في زمور وداك الشيء. زعما كيصاوبوا طارات زوينين داك الشيء، كنت عيطت ليه جمعت انا وياه. ولا كيعيط للسيد الثاني، عيط ليه تابعني انا، عيط ليه قال لي لا. اش كيقول لهم؟ قال لهم هذوك الوطارات ما خدامينش وما عندهم يدير بهم بنادم، الوطار كيبقى وطار. ولكن هذاك الوطار دابا هو كفهم لي، كفهم لي هذاك الوطار، هذاك الوطار خاصو وليد وخاصو وليد وخاصو صوت. الوطار هذاك الوطار خاصو وليد وخاصو صوت. شكون اللي غيخدم به دابا هذاك الوطار؟ غيخدم به محمد المحفوظ، يخدم به الدراري الفنانين اللي هما فنانه كيخدموا به هذاك الشيء. السيد اللي ما فنانش ما يخدمش بهذاك الوطار، حيت هذاك الوطار حنا كنا كنشدو كاع الوطار وكنديرو ليه داك الفايزر وكنخدمو به. شناهي هادي؟ شناهي هادي؟ دابا داك الوطار كنخدمو به، دابا اللي خدمتي به خصك دابا حنا كنا شدو كاع الوطار عادي كدير ليه الفايزر. ولكن واخا ما يخرجش لك داك الشيء اللي بغيتي. دابا هاد الوطار هاد السيد تبارك الله عليه زعما دري معلم زعما، هذا حط هاد الوطارات. دابا كيعرف في الام الوطارات. عايرو تا هو قال لي نصيفطك واحد 40000 ريال وريني الوطار. شوية ولا يخيب ليه في الوطارات، كي ولا كيلوح في الاوديوات هكا كيقول عباد الله. ولكن دابا انت واش كيجيك منطقي انك مثلا هذا السيد هذا تجاوبو مثلا كيبان لي انا غير بغا يدير معاكم البوز وصافي؟ هذا بغا يدير معنا هو دابا. لا تبارك الله، واصلين انتم الملايين في المشاهدات
الخدمه ديالكم الاغاني ديالك دايرين البوز الفنان اللي طلع غنى كيتشهر بهم كاين كيحقق ما نقولوش غير كيتشهر بهم ولكن عندهم اقبال بحال دابا ملي جينا شفنا محفوظ بارك الله محفوظ كاينين دويس كانت هما شايفين عنده الملايين محفوظ عاطي الجهادي حتى انا دابا هاد الايامات يلا كان عندي وعطيته للجهادي ريم العبديه كي دايره الصوت ريم العبديه صوت زوين للاسف هي كتبقى بيا انا ريم العبديه ما عطاتهاش الفرصه لا الصوت ديالها زوين وماشي مأدبه ومشكل هي ما بنت باب الله الصراحه ديالي ولكن ما خدماتش على راسها ما طورتش ما خدماتش وما لقاتش اخر مره جيت شفتها فاش بان لي خدامه في شي قهوه تلقى واحد الفيديو كتغني مع الدراري ديال القنبري وداك الشيء والمسائل غير ولكن بلادنا ما فيهاش العوين بلادنا بحال هذيك السيده انسان دابا لو وقفوا معها الناس بحال دابا انا ملي عيطت عليها انا والسيد اللي في الاستوديو جات عدات معنا كون كانوا دابا الناس مساعدين وداك الشيء غادي توصل ما مساعدة حتى واحد طلع الميكرو عندك عبد الجليل كانت ما مساعديناش الناس ما مساعديناش هذيك وساعدوها راه غادي توصل هذا الشيء باش بلادنا حنا شويه ناقصه انت كتشوفها بمساله عندها علاقه بالاحتواء المحلي ديال هذه هي ما استغلاش الفرصه راه عرفتي شحال من مره كانت بانت راه لقيتها اللي بانت اول ظهور ديالها ريم العبديه كانت مع المهدي العيدي كانت مع المهدي هي والمهدي كانوا ما كيتفارقوش ما كانوش كيتفارقوا كانوا دايرين ديك القناه والمهدي داز معايا حتى هو سجل معايا واحد النهار معايا اللازمه في واحد الديسك علاش الدراري هاد ما تعطاتهمش علاش ما تعطاتهمش الوقت علاش ما ساكن ما كاينش العوين هنايا في هاد البلاد كيفاش شنو طبيعه هاد العوين هذا شرط العوين خاصهم يعاونهم دابا بحال دابا هي كتغني بعدها ودخل معاك استوديو وكاع ترد اللازمه وداك الشيء ولكن الناس اللي غادي توقف معها توصلها ما كاينينش شكون هما ما كاينينش والو ديما هي المردومه حيت دابا عندنا في البلاد هنا عندنا هاد البلاد واحد يشوفوا شي واحد ما غيطلع ما يخلوش يطلع كيهبطوا علاش الحسد وشلع حوايج ليهم ما يبوش يتعاونوا معاه دابا انت كتعاني من هاد النقطه هادي وي بحال دابا انا هادي وكان العوين وكانوا دابا اللي هما فنانه غتعاونوا حنا نتعاونوا داكشي هذا يعطيها واحد الدويشه وهذا يعطيها واحد الدويشه اخرى وهذا يوقف معاها طلع في البلاصه غادي يعرفوها الناس هي دابا هي ما كاينش معاها من كلو كيضرب على راسو هنا كلو كيضرب عليك كذاب كلو كيضرب على راسو محفوظ نيت دابا محفوظ هو عاطي الجديد حتى هو انا رجع عندي وقت كنتمنى ليه ان شاء الله الله يسامح واحد الحوار سجلناه معاه كان قال لك ربما لو كنت بقيت في اسفي ما كانش غيبقى مردوم غيبقى مردوم وهاد المجال دابا مشى بعامل النظافه خرج من اسفي من الوسط الفني دابا رجع عندي ومشى للتمارة قدام عامل النظافه بداك عامل النظافه باش بدا البلوكات عطاتو تمارة وعطاه كيف ما نقولوا عطاتو الوقت الدارجه عطاتو الوقت وتا هو وليد مقبول وظريف وكذا المزايد تساعدوا مع الناس كان تعاطف طلع تبارك الله لاشين ديالو دابا راه انا ما عتقد الانستغرام بوحدو راه فايت نص مليون الفيديوهات في الفيسبوك واليوتيوب وداك الشيء راه كيتشاهدوا مزيان غادي مزيان داك الشيء رفع وليد مقبول وظريف حتى الاشهارات كنقول ليه دابا المردوديه كذا واش كدير في الاشهارات كيقول لي لا طبعا ما كندير لا اشهارات عايش فيه هذا داك الصالير ديالو ديال عامل نظافه ودير واحد المشاريع ديال زايز مع العائله ديالو تماك في تماره واحد المشاريع كذا وخدام قادر ويهبط مسكين كيجي بحال هكا هذاك النهار ديالو ديال الراحه ديالو كيجي يشد الطريق مع 4 الصباح ولا مع 10 الليل ويكون هنا في 2 تاع الليل يصبح يسجل يسالي الخدمه الربعة باش يكون في 8 وجاني في الرباط يبدا الخدمه لا هنا في قلت لك انا دابا الانسان وكان دابا بحال هذا الجنوبي اللي تابعني انا وكيهضر وكيلوح في كيتريكي والله انا بلاصتك ما بقيت نجاوب انا وكيتريكي في هذا الشيء دابا وكيلوح في التصاور ديالي ولا داك الشيء وكان حتى هو وكان ذكي انسان من اللي انت علاش وصلتي هذا الشيء اش بغيتي هذا الشيء هذا ما بغاكم بحال كتخرجوا تجاوبوا ولا ما تجاوبوش بقيتيش تجاوبوا هذا هو المشكل هذا ما بقيتيش وانا ما كنعرفو انا هضرت شو دابا هذا محفوظ من اللي فاش حضر راسو جا لعندي انا ها هو ديك اليامات نيت كان عندي وقال لي هاد الجليل هاد البلاد فيها هما قال لي الهضره اللي قلت لي انت هي اللي كاينه دارت عيا ورجع للحوار ديالي انا قال لي هاد الجليل الهضره اللي قلت لي مشيت قال لي لخدمتي وريحت ايامات وجيت قال لي درت واحد يومين هنا
وفهمت الكود ديال هاد الناس. قال لي هاد الناس ما كيبغوا حتى حاجه، ما كيبغوش بنادم الخير. قلت لي ياك بعدا وانا معاه، انا ديما معاه هذاك السيد، انا عزيز عليا. نيوار عزيز عليا با ونيوار تا هو، التحيه ليه تا هو الله يعمرها. سفيان مسكين، سفيان الفنون الغزال، سفيان صاحبنا واخونا ما شاء الله. كيعجبني سفيان انه الاستمراريه ديالو، كيوقف مع الشباب كيجري معاهم. خونا والصرعه ديالو درويش، وكان عندي راه كان عندي وويه وانا دابا عندي جديد، عندي جديد عاطيلي ديال انا مزوق فيه غير فهميني. وسمعنا سمعنا، انا مزوق فيه غير فهميني، شوفي لك شي واحد اخر وفوتيني. سيفيني جوني مار فوتيني، انا عاطيها لي، عطيتها لي انا اللي جا عندي وعطيتها لي، وغن انا غنضربها، انا غنضربها معاه هو يقولها، هو غيغنيها، هو يغنيها. الله يسهل عليه، تبارك الله. وانا عطيتو هاد الديسك، انا عزيز عليا محفوظ ومازال معاه ديما. علاش دري الاداب وبا صاحبنا، ماشي نقولوا شي واحد اللي هو ولد الوسط الفني. ولد الوسط الفني ايضا زعما وليد متخلق، لا ادري واش، الله يسهل عليه، ماشي شي واحد اللي داخل سوق راسو زعما. خويا طاهر العزيز عليا انا بعدا ما كذب عليك، وانا قلتها لي، قلت لي انت ملي غادي تجي هاد الديسك غادي تقولو وانا معاك ديما، انا معاك. حيد هذاك ولصق لك الاخر ثاني. طحن باقي، الله يعطيك الصحة. انا اللي عليا هو هذا، هادو هما ولاد البلاد وهكا تكون. لا انا عزيز عليا هذا ديالهم باش تقدروا تزيدوا بعضياتكم لقدام. واحد ريم العبدية، واحد اكرام العبدية، اكرام العبدية مسؤولة ما قالتش لك اودي اعتذر انني فعلا. لا ما كاينش هذاك الشيء، لا ما كاين الاعتذار لا والو، ما عمرني شفتها نهائيا. لا عمرني شفتها زايد، وقيلا كتغنى شي ديسك ما عرفت كيفاش داير، قالت لهم زعما حاضيني ولا حاضين حاضينك انت. هي طلعت الغنى راه من عندنا حنا، الغنى من خرج من عندنا حنا، طلعت لها تيربوزه من دارنا حنا. مين دارت لي هادشي؟ يا كون فهمت هذاك الديسك كيفاش داير والديك تي مغبوك ليا، ما غاتولي تجي عندي من الصباح الصباح تقول لي يا عبد الجليل التحيه ليك. قرب عندك الميكرو عبد الجليل وشرح لنا كيفاش هاد البلان هذا ديال الديسك، شرح لنا والديك مبغوك ليا. والديك مبغوك ليا هذا راه مشكل بسيط هذا بلا ما قول لي، قول بلا ما تخسر الهضره عندك. لا 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 بلا قول لي، قول لي اشرح لينا شنو هو، اشرح لينا هذا علاش والديك مبغوك ليا. علاش الديكور ديالو هذاك مشكل بزاف؟ ها هذاك مشكل، هذاك راه وقع لي انا. اها انت اللي كتبتي الكلمات ديالك. هذه وقع لي انا، انا جيت بالليل واحد النهار كنطبق في الدار، في الدار وخرجت ليا والمراه بعد ما طلب ما بغيتش تشعل الباب. وانا بقيت كنت سهران خدام واحد الليله مع شي دراري وداك الشيء، وديت كندق وداك الشيء واحد الوقت ما بغيتش تشعل. طلعت عليا من الشرج قلت لها والديك تي مغبوك ليا، هز الحجر وجرى وليا. هذا هو الديس، هذا هو الديس بحال ديال قاضي تسوق عادتي. سوقي غانتي هذيك سوقي عادتي تا هي وقعت لي مشكل بحال هكا. اش وقع لك؟ هاي سوقي عادتي راه كان وقع لي مع تا هي مع سبحان الله على مع الدار. اشنو كان؟ المرأة ديما كتسوق وداك الشيء وكانت عندها الطونوبيلة ديالها. اها هي هذيك كانت نوض واحد النهار جايبو تنزل السوارد وداك الشيء، تمشي قضي شي غرض سبقتني طلعت الطوموبيلة دار طماش، تلفت لها قلت لها سوق هادي صافي مور هذا طاح. انت درتي بيم كاع الدار جاي هو داكشي كيبقى، داكشي هادي هادشي كيبقى كتستغل فيه ما هو حياة ديالك اليومية باش انك ت هو دابا اي موضوع كي اي موضوع كيركب على سميتها على جوج كلمات فقط. جوج كلمات اللي كيركب عليهم الموضوع، خي كتقدر تلاقى مع شي واحد، تلاقى مع شي واحد قاعد تسلم عليه كتسمع شي كيقول لك شي جوج كلمات ولا ثلاثه كتدخلهم لراسك. كيولي فيهم موضوع، كدير فيهم موضوع صافي، واللحن من راسك حتى هو كل شيء من راسي. صافي كنمشي نهز وطاري نحط هذاك الشيء اللي كاين، داك الشيء اللي سمعت كنبقى نقلب حتى كنزيد عليه حوايج. واخا وجماهير ديال شياد ما اش تقول الناس شياد ما تحيه ليهم، شياد ما خوتنا شياد ما
شياد ما ولاد العز الكرام تحيه ليه واحد واحد عزيز عليك الناس تاع شياد ما علاه عزيز الناس ديال شياد ما حيت ما فيهمش الدغل ياك عبد الجليل لا ديال شياد ما تمشيت تاكل وتشرب وتضحك وتلعب ما فيه... الله باش مشيت معاك ما فهمش الغدر ما فهمش والو لا ويغبوا لك الخير ياك اه ديال شياد ما الفرق بين ديال شياد ما وديال عزفي انا بدي بلا ما ندخل في هذا النقاش هذا ينوضوا لي قلنا ديال لا ينوضوا لي ديال عزفي انا كنقولها لهم كاينين بعض الناس كاينين في عزفي كاينين الناس البعض اه كاينين بعض الناس اللي مزيانين كاينين الناس الله يعمر هذا وكاينين شي وحدين اللي هما في الميدان ديالنا حنا واعرين ما ديال عزفي راهم مزيانين ولكن دوك اصحاب الميدان اللي فيه حنا شويه صعاب هذوك الناس ما واحد ستاتي عبد العزيز الله يعمر هذا صاحبي قلت لي كيتعامل معاك مزيان عبد العزيز صاحبي عبد العزيز عبد الجليل ضربت عبد العزيز ضربت عبد العزيز صاحبنا درويش ما بقيتيش لعيتي لا هو سفيان كاع العرباوي تا هو الدراري كاملين لا الدراري كاملين ديال الدار بيد اللي في قناه الراقي كاين في قناه الراقي كاينين شياد ما مخلطين تما كاين سعيد فيكار كاين زريقه كاين زكريا في الالمان هو سميته هو سعيد فيكار الدراري كاملين هادو الدراري الله يعمر دارو كاين هذاك الدراري كاينين ولا شياد ما كاملين معنا في قناه ماشي هاد ما تبارك الله فيما مشي ديك كتلقاهم الدراري ناضين من ناحيه بيهم الشجره من ناحيه لا الفنون شفتهم حتى ديك نهار الترحاب ديالهم ديك شتي ديك النهار ملي مشيتي معايا اش داروا معايا للاسف ما بقيتش معاكم محطوط ديك شتي شحال ملي جي شحال ديال الطواجن محطوطين كيطيبوا بيناتهم بيناتهم دابا ديما عز عليهم النشاط ديما هما كل سيمانه هكاك كاين هذاك الدري عادي الله يسهل عليه تا هو ولد باب الله عنده هذيك فيرمه ديالو تا هو مسكين ما بانوا لي الاجواء تماك رائعين للاسف انا ما قدرتش باش نبقى معاكم تما لا مزيان بقى فيا الحال قبيل الحال يلا ريحت معكم وقال شي ساعه المكان ولا ساعه ساعه دايرين طواجن دايرين طاجن واحد ديال ما حضرتش واحد ديال الحمام اللهم بارك قفي هذاك ديال الحمام ما كليتيش كنت اللي ما كليتيش لا انا ما كليت والو ماشي مشكل مره اخرى قلت لك انا ريح ريح بعد الزرده تسنى طارق عارضوا عليك تا دابا هذوك لا مرحبا مرحبا عيطوا عليك هذوك الناس ديالنا تما حنا في شياد ما كنوجه لهم تحيه اليوم غنذكر فيهم التسميه حتى شي واحد باش ماشي ننسى شي واحد يتقلق عليا شي حد تحيه الشياط لا علواش علواش خالد علواش خالد علواش والدراري كاملين ما غنذكر حتى شي واحد ولكن كاملين بدون استثناء ناس الشياط ما كنقول لكم تحيه راكم كتعرفوا راسكم واحد ما نقدرش عندي بزاف ديال الاصدقاء تماك في المنطقه ديال الشياط ما من سوق عام وانت نازل دوز لتالمست قبل من تالمست بيركوات وانت غادي تخرج من الصويره كامل هذوك الاصدقاء ديالنا كنوجه لهم تحيه الناس تفتاش تا همايا عندي مجموعه ديال الناس الاصدقاء ديالي تماك عندي صداقات قويه وقريبه تماك مع الاخوان تماك ف باش غنقول لكم دابا انا راه غادي ما كنتلفت لا والو مركزه مع الصوغان يا ربي كنوجه لهم تحيه عاليه الناس تاع الشياط ما كنعاود نجدد تذكير التحيه الطيبه العاليه الناس تاع الشياط ما كنقول لكم راكم ديما في القلب وحنا ديما قرابين لكم لا حنا ولا القناه ايضا قناه شوف تي في قناه الشعب نحن متواجدون بالقرب منكم عوده من الموضوع اللي كنت باغي تذكروا عبد الجليل ديال المساله ديال هذاك الفيديو بحال داكشي اللي وريتيني ديال الصوت مهزوز فيديو ديالك ومهزوز فيه صوت اخر وكذا شكايه دير شكايه ديالك لا ندير شكايه انا دابا نديرها السيد وكيل المهني كدير فيها الاشاره كذا كذا بان هاد الصفحه كذا المسائل كدار لها الاحاله على الفرقه المختصه في الجريمه الالكترونيه الى كان داك السيد ساكن في المدينه كان ساكن في العالم القراوي راه كتمشي للمصالح المختصه لرجال الدرك البلاكي اللي عندهم الوسائل الاثبات الكافيه وعندهم اخر ما كاين في التكنولوجيا باش انهم كيثبتوا هذيك كاين عندي واحد هذاك السيد ديال الاول السب والقذف كان عندي ذاك شي سيد ديال الاولين قدام عندي ولا كيهزهم ويلوحوا في القناه ديالو ولا دابا ملي غادي هاد اليامات غادي هاد اليامات ملي غادي في هاد يوتيوب بانه راه كاين الكوبي لا غاتجي المرا دابا هاد اليامات غاتجي من برا وراه منو ليها راه قالت لك انا علاش انا اش بيني وبين هاد السيد كيلوح عليا في الكاسيت ديالي علاش
علاش كيلو عليا في الغنى ديالي؟ لا غادي تجي غتدخل مال المحكمه. ربما تقدر تقبل مثلا النقد اذا كان النقد بواحد الطريقه مناعه بدون تشهير. حتى النهار الاول انا ما مسجلش لهذا السيد وما كنعرفوش انا. انا كنت مسجل هذاك الشيء قديم لواحدين اخرين وانت وليتي كتهز هذاك الشيء وكتلوح فيه. شوف وليت لحدي من داك الشيء. شكايه فهمتيني فقط شكايه. وانت مسال الامور عندك فقط وخلي القانون انه ياخذ المجره ديالهم بقيتي كاع تجاوب مع حتى شي حد. اللي بغى ينتقد عادي، اللي بغى ينتقد في اسلوب حضاري كذا المسائل غيقول لك صوتك ماشي زوين هايا، ولكن غير المساله ملي تولي الساب والقاد في التحريض والتشويه ويهزوا تصويرتك بحال هكا داك الفيديو الوريتيني فيه صوت اخر كان مساله مسطره كتفعلها. خلي المجره ديالو ياخذ، راه كاين القصور وكاين هاد النشر بدون ترخيص والسب والقذف والتشهير والاعداد المونتاج فيديوهات والنسب ديالها لطرف اخر، كاين ديك المجموعه ديال الفصول القانونيه اللي كتاثر هاد النوع ديال الشكايات. ماشي انت بوحدك اللي واقع لك هاد الشيء، ماشي انت اول واحد وماشي اخر واحد، كل القضاء راه كياخذ المجرى ديالو. زعما انا بالنسبه لي رفع ما تجاوبش، فهمتيني ما تجاوبش، فهمتيني ما دابا المشكل ما غير مساله بنادم بغى يدير عليك البوز. نتايا غادي دابا انت عاود رجعتي للحياه الفنيه ديالك، دابا انت في الاوج ديالك غادي مزيان، السهرات كيتشافوا، الناس كيعيطوا، الشباب الفنانين الشبان تبارك الله هما بالكلمات ديالك حتى هما محقين نجاح باهر على مستوى المنصات اللي كيطلقوا فيها الاغاني ديالهم. الناس غادا كيحتارمش دابا هذا ما كيحتارمش الحريفيه. هذا تخينا ما كيحتارمش. واش غنديروا ليه عبد الجليل؟ غنديروا ليه عبد الجليل؟ هذا غنخصني ندخل مع القانون. صافي شكايه قانون وصافي، وخلي القانون ياخذ المجرى ديالو صافي. ما غاديش تتفادى. ركز عيط ركز على توالي النجاح اللي دارتها هي، ولا معيط لهذاك السيد ملي شاف دابا شاف المحفوظي دابا هو مصاوب ليا. شوف فيا شافني انا. ركز على النجاح. النجاح ديالك النجاح ما ساهلش. دابا ملي شاف السيد دابا تصنت لي، مشى السيد دابا توالو بغيت انا وسيد محمد. دابا المشكل شافنا من السيد، حنا عزاز عليه وصحابه وداك الشيء، ولكن راه انا ماشي راه مخلصين وغنخلصو في رزقه. ماشي غادي صيف يهدي يجيب لي واحد حاجه يقول لي ياك فلان هادي، لا رزقه غنمدو ليه. لكن لا هادي لا هادي. دابا سمعتي السيد حنا كنتعاملوا معاه، وليتي كتخسرني في الصنعه وتخسر العباد الله. عفتي فتي عباد الله، فتي الفنانه، وتلاحتي لهذاك كتقول لها الاوديو عندي. ها هو قال لها نصيفط لك واحد 40000 ريال. ها هو عندي. هو قال لها نصيفط لك واحد 40000 ريال وصيفط لي الوطار نشوفه. لا ما تسمعناش. لا نسمكنيش باش تشوف دي التصويره ديالو. وهذا انت هذا هو المشكل. وتخسر السيد تاع تفكيتي مع الحريفيه، ما تفكيتي مع الحريفيه، ما تفكيتي مع الناس اللي فنانه. هذاك عطاه الله ديك الموهبه، تا هو الله يسهل عليك. كيصاوب الوطارات؟ اه. اللي كنا طلعينا معاه في شياطه؟ لا لا، هذا الاخر، هذا ديال الاجتماعيه، هذا اللي في سميتو في جيت جديده. هذا في جيت جليدي، راه معروف جليدي. جليدي محمد جليدي معروف، فنان، هو فنان عازف على اي حاجه، الوتار، العود، الكمانجه. ولكن ملي عطاه الله ديك الموهبه كيصاوب دوك اللعيبات، الدراري ولاد البلاد كاملين كيتعاملوا معاه. وتا هو ود باب الله وشي، ولا حاضي ملي عرفوه. ملي انا عندي انا وسي محمد عندنا معاه بزاف، فهمتي؟ هذاك الدري صاحبنا بزاف ودري، واش تا هو فنان ماشي غندوي. ولكن هاد السيد الجنوبي ما بيحشمش، هاد الجنوبي انا غندخل مع المحكمه. ماشي بعاد مني صافي، اش غندير لي؟ هذا هو الحل. ماشي بعاد مني غندخلوا للمحكمه. راه اللي ما عنده سيد وعنده لا لا. انا كنت شفت ملي تواصلت معاه، تواصلتي معاه وقال لي بغيت ندير حلقه الرد. قلت له مرحبا، هضرت انا وياك، درت معاه الموعد وما جاش. واحد لقيته عيط ليا قال لي ودي شوف انا غنمسح هذاك الشيء وغنبعد على الصداع. انا راه هادشي بالي غنمشي به غير شي مشكل ولا كذا. الله من بعد على الصداع قلت لك انا كان فيها خير، قلت فوت عليك الصداع. وانت دابا خرج دير شي كونسيبت، خرج تبقى تشد في بنادم تعير فيه بحال هكاك معيار ولا كذا. مازال كرا الامور غاتمشيش في اطار الجيد ديالها. قلت لي مزيان ملي بحال هكا غتمسح ويبين لي لا عنده شي حاجه في صباعه ولا عنده شي حاجه شي الكلام، يبين لي في كاين شي نقد عنده ولا شي ما يقول.
لا هذيك استطربني بشي حاجه اللي غادي انا تعجبني ونقول لك اودي داك هو انا عنده حتى حاجه ويدخل لهاد المينه دخلتي لهاد الحرفه صحه وتدخل ليها وانت ما عندكش معاها وانت اش قربك ليها بعد هاد الحرفه واش بغا يدير راسو فيا انا راه كبرت في هاد الحرفه لا اي فنان تقول لي فلان يقول لك كنعرف وكان انا حاجه واحد ما عارف تا هو الزو قاعد باغي يضرب اش بغيتي تضرب سير ساوي بعد هادوك الكوردات بعدا انا ماشي فنان اجي وفنان فنان لما كانش كنتي كتساوي الوطار مع قرجوتك ما فنان ما والو قصدي كي كيقول صلاه كيقول قرجوتك ياك ما كاينين الفنان هنا المغرب كاع كلشي راه معروف الدراري فيما مشيتي كاينين الفنانه ولا هادشي اللي كنقول لك انا هو اللي كاين اش غادي واحد انت كضرب هوك وقرجوتك هوك اش باغي دير ما عندك ما دير قاعد من الفن اي عطيتي ساعه بجد يبعد منه ولا ما نكذب عليك انا لا مازال واحد ديسك هو ما بغاش يحشم غندخل مال المحكمه وهاد ديسك انا غنقولوا عليه هو غنقولوا ديريك وحصل ليه الشرف دابا ودي مني لا غنقولوا ليه ديسك غنقولوا ليه وغادي يعرفوا غادي يفهموا هو شوف انا غنكلاشيك تاع انا عبد الجليل ندير عليا ديسك لا هو غندير عليه ديسك انا راه درت عليه الا بغيتي كاع تسمع الكلام ديالو نقولوا لك دابا تسمع ما كان فيه لا سبان لا والو ما فيه لا سبان لا والو لا سبان لا والو ما فيه لا سبان لا والو هذا فيها في هذاك الشيء ديال الحرف ما فيه لا سبان لا التوز هذاك اللي قال هذاك فيها كلام فيها الكلام فيها الكلام اشنو فيه؟ قول لنا خويا هذا الكلام أتغني عبد الجليل نقولوا لك انا نقول لك هالكلام الكلمات اللي فيه سير بلا لحن عبد الجليل بلا لحن بلا والو قال لي قلت لي في الاول انا كنصحبك راجل فنان ايوا انت راجل عفان على ظهري باغي تبان انت راجل السلاس كيعرفوا كاع الناس سير شوف لك شي ما كاين حصاد ودراس وبعد من ولاد الناس انا راه عندي كلام كبير انا راه هذا الشيء راه في راسه هو راه واصله دابا تخرج عليه ديسك هاد الديسك هذا ديالو هو دابا كتجاوب واحد بديسك عبد الجليل لا نجاوبو بهذا هذا انا صوبت وانا وحاطه كذب عليك باش يفهم بالله يعرف بالله شكون اللي معاه هو دابا غتجاوب واحد على فيديو غتجاوبو بديسك غادي نشوف المجلس البلدي والله يرحم بها الوالدين على الحفار اللي عامره بهم سير كمل عبد الجليل عندي حنا راه في اسيما كنتمشاوش في الشانطي كنمشيو فوق كوكب المريخ كنمشيو فوق لابيس كنمشيو فوق لابيس ولينا في لابيس دروك واش هذا الشانطي ولا شنو لا حنا في لابيس مزيان لينا هاد لابيس حنا غادي للجبل كنا غادي للجبل كاع دارو فيه مشوانط او دي سي عبد الجليل كلمه اخيره لك سي عبد الجليل قبل ما نسالو معك تحيه لكم كاملين وتحيه شوف تي في تحيه لاختي فاطمه وفاطمه تحيه لك الله يسهل عليك تحيه لطه والاخوه الكاملين والسي سعيد حنا خوت الله يسهل عليكم العواشر هادي عواشركم الله يسهل عليكم تحية لكم إذا متابعي ومتابعات قناة شوف تي في كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم هنا من مدينة أسفي رفقة الفنان عبد الجليل بوينزا كنقول لكم تحية مسائية عطرة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى بث قادم إن شاء الله تبارك الله عليكم.